السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عامل لكم طبق قرع عسل محشي ضفادع. يلا بينا نشوف الطريقة ازاي. هتجيبي ضفادع الكمية اللي انت عايزاها، تغسليهم كويس. الطريقة دي انت شايفاها ديت، لازم يتغسلوا كويس. هتبتدي تشيل الأحشاء اللي بطنهم كله، تفضي بطنها تنضفيها. الطريقة اللي انت شايفاها ديت هتبتدي تكملي تنظيفها وتشيلي كل الحاجات اللي بطنها. الطريقة دي سهلة، الطريقة سهلة زي ما انت شايفة كده. هتجهزي القرع عسل بتاعك، طبعا الضفادع احنا ضفناها، طلعنا كل اللي بطنها. هتبتدي تحطي الصوص بتاعك، صوص باربيكيو عليها. لو عايزة تحطي صلصة طماطم ممكن تحطي صلصة طماطم. الثوم بتاعك يتقطع قطع صغيرة تحط عليه عشان يدي نكهة كويسة، والبصل يتخرج كويس، وياريت يكون بصل أخضر. طبعا أنا حاطط جنزبيل معاها يبقى طعمه حلو في السوا، بيدي نكهة كويسة برضو. قطعيه بالشكل دوت ترانشات صغيرة عشان يعرف يتحط في القرع عسل مع الضفادع بتاعتك، وشوية فلفل أحمر تخلطيهم مع بعض زي ما انت شايفة الطريقة ديت عشان نبتدي نحطهم في القرع عسل. هتبتدي تفتحي القرع عسل بتاعك من فوق بالطريقة ديت، هنشيل بقى كل البذر اللي فيه، تنضفيه، تحاولي توسعيه شوية. تشيلي كل البذر وكل القلب بتاعه، توسعيه خالص من جوه. تبتدي تحطي الضفادع بتاعتك الطريقة ديت بالخلطة بتاعتها، تكبسيهم كويس. تبتدي تحطي الصوص بتاعك، تقفلي عليهم الغطا بتاعهم تاني، تحطيهم على البخار تقفلي عليهم. لو عايزة تشويهم بيبقى طعمهم حلو برضو، بس أنا حطيتهم على البخار. هتبتدي تطلعيها، هي كده استوت، تاخد لها بالظبط ساعة. وده كان طبق اليوم، قرع عسل محشي ضفادع. وبالهنا والشفا، أشوفكوا في طبق جديد. سلام.